يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما المقصود بكنتم؟ هل انتهت هذه الخيرية لأن هذه الكلمة تدل على الماضي؟ لا، هذه في الأمة إلى أن تقوم الساعة، الخير في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. وكنتم يعني صرتم خير أمة، صرتم خير أمة، هم معنى كنتم في الماضي، بل صرتم خير الأمم، وهذه الخيرية ملازمة لهذه الأمة ولله الحمد، لا يدرى الخير في أولها أو في آخرها. نعم.